حي يلا المتابعين، نبتدي وإياكم حلقتنا مال اليوم بالصلاة على محمد وآلي محمد. شنو يقولون مشتاقيلي؟ قبل ما نبلش الحلقة اليوم رايد فزعتكم القناة أخوي وصديقي محمود لعالم الطيور. يا ولد أريد التعليقات بقناته تتفجر، كلكم ترحون وتشتركون بقناته وتكتبوله من طرف فرات. قالت حاليا عنده 4400، اريد قناته توصل ل10000 بعد هذا الفيديو. الولد راح يفيدكم كل شهواي، كل فترة سوي مسابقة على طير من طيوره. حجي الله بالخير عليك، انت شنو اللي خسرانه؟ هو الرجال يسوي مسابقة وانت تروح تشارك بيها، هسه بلكت الله يطلع الطير لك، هسه انتش خسران. ما اريدكم تفشلوني، هسه ترحون القناة محمود لعالم الطيور وتشتركون بيها، راح اخلي لكم رابط قناته بالوصف، وهاي قناته تكتب محمود لعالم الطيور تطلع لك 10000 وصلوا، يستاهل. الولد عنده كل اشكال الحيوانات، راح تستمتعون وياه. وقال الولد محضر لك هديه بس اوصل ل10000، اوصلوا ل10000 خلي نشوف محمود شنو محضر لنا. وبس نترككم ويا الفيديو. ولكم خايبين اشتاقيتولي لولاله، راجع لكم شويه شويه والايام الجايه نار ان شاء الله. هاي بالقلب، مساكم الله بالخير. مقتطفات سريعة، مجريات اللي صار بالمحمية بعد تركها لمدة يومين، يعني حاليا علي هو اللي متكفل بيها. اللي صار عندنا فرخين مال جولدن بيري مات، واحد عرفت قصته والثاني مات هسه جديد اللي هو هذا، وثلاث فرخات من الكناري ماتن. اللي قاعد يصير او اللي افتهمته من خلال تربيتي للكناري انه هي تجربة، لا حد يلومني قلي فرات ها شاش قلنا، لا 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 قلنا ولا شيء، انا رجال اجرب، يا رجال شنو عندي خبرة؟ انا ما عندي خبرة قوية. اللي صار هسه انا فرزنت من يمي، اي فرات شنو الفرزنت؟ الفرزنت اخوان انه النثية مال الكناري ظاله بس نايمة على اربع افراخ، فقس الاربعة طبعا طبيعي يعني عرفت شلون؟ فظاله النثية بس نايمة بس نايمة بس نايمة، هذا الزلمة يجي شي يسوي؟ ياكل من هنا ويجي هنا وبيوكلها لو ظل بس واقف يمها، بحيث هي ما تقوم تاكل وتزق افراخها. فللاسف بعدين اسولف لكم المجريات ماتوا ذولي هم فرخاتها. هسه همين اجيت لقيت الجولدن مالنا القديم اللي هو اول شي جبناه مكرفص هنا ونايم، ما اعرف شنو اللي صاير ويا الطير. ها اشوفه حسبالك شلون صاير شايب جهز على ضبيع اليمن، طبعا مربرب خاف يقول فرات خاف ما ماكل، لا لا هاكم شوفوا شوفوا ها، بس ما اعرف شنو اللي صاير ويا هالطير هذا. ها سبحان الله، كانما انه شلون اقول لكم واحد ذابله فت سم او ماكله فت شيء، ماكو فت شيء ماكله، كله اكل طازج. وهذا الاكل شوفوا هاي الصواني مكوم الاكل، هاي ما ادري بعد اذا بيضت او لا شنو اللي صفه هنا، أنا ما ادري ذولي همين ما ادري. قلتوا لي فرات زرق جرب خلي بيض يجوز يحظن، اي شكوا بيها صح، نخلي البيض مال الفناجس ذا، بس مو هسه هسه انا بس جيت اشيك زين. هنا عندك هاي شيني والله فقست لو بعتي اللي هي هذا فرخ طالع اي كان ما جاي اجي انا فوق فوق فوق، هذا ابن الميكس انا ما جاي اجي اصلا، ما ادري اذا هذا طالع زين. اكو بعض طالعين، لا ذولي اربعه شوفوا، روح طب 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 يا اخوانك روح روح ها هذول ما شاء الله صحتهم خير من الله، وهذا وياهم. اي قلنا شنو قلنا؟ قلنا هنا هاي الطيره بعتي لو فقستي والله، لا بعتي على بيضتين، هي عتها بس بيضتين زين. هنا شفت وكس بيضات يبدون يبيضون، لا ماكو شيء. المهم بالنسبه لوكس بيضات فزوجه، وكل زوج 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 له طيره. هنا أنا قلنا اي ما شاء الله مفقسين، شوفوا هذا واحد وهذا الثاني بعد عندهم بيضتين، احنا خلينا اربعه صح، هذا مو ثاني هذا اي هاي شوفوهم ها شفتوهم ذولي الابو سوبر جامبو اللي هو ابنهم موجود عندنا هسه اشوفكم اياه، هذا ابنهم شوفوا ذبونه شنو ذبونه ذبونه سوبر جامبو، هذا ابنهم شوفوا وش حكي، بس هي ظلمه لان ذي الشمعه مطفيه. عفوا هسه زين شنو عندك شنو ها عندنا هاي اشوفها لو دنيريد، لا شوفها فرد نوب يلا خلنا نشوفها. بسم الله طارت، بسم الله الرحمن الرحيم، خلنا نشوفها وارجع لكم. حبايبي قلب هذن الست بيضات مال الميكس اللي هو هذا الزوج، شوفوا هاي النتيجة قاعد تبوس بالفحل
هذول الزوج مال ميكس هاي بيضاتهم الستة شادين وعلى باب تفقيس اليوم باكر، وهي العادية نفسها مبيضة ثلاث بيضات، فالثلاثة ما ريثهم وتبقي بس الستة مال ميكس. بعد ذكرتون على الأفراخ اللي موجودة هنا همين اللي هن مال العاديات، هسه هنا مو بقيمتهم بس خلينا نشوف شنو يوصلوا على همين. بيض سمان ايش قص صاير بالقاع يا يابا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك بس كم واحد ما ادري، مريشين ما شاء الله، ما ادري كم واحد ما ادري. هاي الميكس قلت لكم عليها شوفوها مستوى جدا راقي. هاي هنا الاعشاش بما انه انهجرت حتى نسوي واهس بعد اكثر للطيور، خاصة الواكس بيل يرجع يبني من جديد، نذب الاعشاش جوا. شوفوا حتى انتم ايش دائما تسووا. هذا عندكم الفحل الماسي لسه يعني وضعيته شويه مو كل هاي يعني بعده لسه ما يطير بس يعني زين بدا يحرك جنحان. الفقاس وشين وضعها وضعها لوز، توني خليت لها ماي رطوبه وحراره ثابته ومستقره الصينيه جابت نتيجه. هنا الفرخات المشجر جبناها ذبيناها هنا لان على مود موضوع التنفسيه اللي بيهم، طبعا ياكل ويشرب ويطير وجسمه راوي بس هو تنفسه صعب، فقالوا التنفسية طفيفة بي، طفيفة يعني خفيفة، عرفت شلون؟ فبس نعالجها على مو شنو يطلعون هنا. هيك تصوير على السريع يا ولد، تصوير على السريع بس خلي نعطيكم الاخبار وهاي هي، تصبحون على خير. باي بالقلب، مساكم الله بالخير. يا محفوظين السلامة، أنا كل ما أقطع عنكم فترة لازم أرجع لكم بشغلات جديدة. طبعًا مساء علي هنا هم جزاها الله خير، كنا سن المحمية هاي من الخارجية بس بقت هاي. طبعًا الجولدن بيري مات اللي هو الفحل مالنا الكبير القديم، قال علي مات اي مات ذاك. الكناريه الافراخ مالتها كلهم ماتوا وصفت وحدها. عوفونا من اخبار المحميه، عوفونا من اخبار المحميه. الاخبار الجديده شنو هي فرات؟ الاخبار الجديده يا محفوظين السلامه اخ اقلكم شكل الزعيم وقمير راح يغادرون المحمية يا ولد، عرفت شلون؟ مو أقلكم تعبوني وإنما يحتاجون مساحة كبيرة. السيفسة طالبة فحل، هاي صار يومين على هاي نومة تشوفوا السيفسة لما يطلب فحل هاي شغلتها. هسه اللي يشوفها يقول مريضة هي، بس هاي هسه هي طالبة فحل يعني تريد فحل. شوفوها ما بيها شي بس قلت لكم يعني طالبة فحل. المهم شنو اللي راح يصير يا ولد؟ بالنسبة للبطاريق، البطاريق ذول ثلاثة عارضهم للبيع للي يريدهم في حلة اثنين وهاي النفية، لأنه راح يصير مشروع جديد اللي هو مشروع الخضيريات، عرفت شلون؟ بهاء أخوي احتمال راح ينضاف ويانا بالمحتوى القادم، بهاء أخوي راح يشتغل هنا على المحتوى القادم اللي هو راح يختص أخوان بالأيام الجاية إذا الله سهل، يعني حاليا مرحلة أفكار وتشاور بيناتنا، راح يتحول هذا المكان إلى مكان مال أغنام. أكو هيك مشروع بس مو للتفريخ، الاغنام مو للتفريخ يا ولد، لا الاغنام للتسمين، يعني نجيب هنا خرفان ذكور نوعيه جيده نذبها بهذا المكان كله بعدين تشتغل عليها تسمين، يعني 6 أشهر 7 أشهر بعدين ينباعون، عرفت شلون؟ يعني هو اخوي كان سابقا مسوي هيك هنا، كان عندنا اجا خور مالنا يعني هذا المكان اللي ميت هذا. الله يعينك حارب وتشقيت، وانا همين من انا مشغول مالي خلق انه اجي يمكم وهاي. يلا هاي هي الحمد لله بقى بس هاي هي دجاجة هاي، يلا هاي هي الحمد لله. فحاليا مثل ما قلت لكم مرحلة تشاور وافكار بخصوص هذا الموضوع اللي هو حاليا قميرة والزعيم للبيع للي يريدهم، وصدق يعني يكون لما اريد اسولف وياه هو شراي، عرفت شلون؟ هسه السعر بعد ما مقرر، خلي اشوف يعني ادانش وضعي ونوب راح اطلق لكم السعر مالهم قميرة والزعيم. هذا اللي وصلت له قميرة، تشافت بالكامل قميرة وسمنت وطلع بيها الخلل انه هو بيها بطنها دود، عرفت شلون؟ علاج لسه موجود، هسه هي طلبت حبايتين لازم ازرقها. فالطيور سليمه، الزعيم عمره 11 شهر وقميره عمرها 6 اشهر شوفوا، والزعيم بعد هسه اول مرحله غيار ريش، اعطيكم تفاصيله حتى شيني خاف واحد، اول مرحله غيار ريش راح يحول، وقميره لا بعدها قميره 6 اشهر، عمر النعام ويبلغ تقريبا من سنتين الى سنه ونص يبلغ تماما، عرفت شلون؟ فلسه بعد ما بالغ ولسه بعد يكبر شوفوا.
الطول السقيفة هسه حاليا هو. ها شوفوا الضخامة، يعني حتى خاف واحد مثلا تو يريد يبدي حتى لانه خاف ما شايف النعام. الضخامة ضخامة تكرمون هايشة، اي تقريبا طول هايشة العرض ماله، وهاي بس بعد اضخم من الهايشة يصير تفاصيل جسم. اما بالنسبة للاكل مالهم فشن اللي تطيه من خضراوات ومن نخال وهاي السوالف كله ياكلونه. قاعد شو هذا تمن تمن مطبوخ، ها هل قاعد ياكلون كل شيء ياكلون. ها اشوفوا لعوب كلش كلش لعوب، ها اهو ما هو مؤذي الطير. شوفوا قميرة، ها اثنيناتهم لعوبين. كانت قميرة هيك تلعب، لا بعد ما شافت تماما قامت تلعب. شوفوا ما شاء الله، ها هاي هنا هاليوم كله شوي سمك. هاي بعد صارت قدامكم شوفوا حيل لعوب الطير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. جزاك الله خير حتى تستعرض انه تستعرض صحتك للمتابعين، كانما انت مكيف تقول ايه اريد اطلع. احصابك احصابك هذا يعورك. ما هو مؤذي بس هو قاعد يلعب يعني حاليا، خاف واحد يقول قاعد يهجم له. هاي لا هو قاعد يلعب، هاي واقف انا. ها شوفوا طير حيل هادي وربى وياي من هو فرخ، يعني تعود على البشر، مو نحط بمكانه تشوفون اكو فيديوهات يهجم بيها، لا هذا ربع علي. شوفوا الحجم اطول من البار، هسه هاي نصبته واضحه عندكم. تاكيتنا هذولي شوفوهم، هاي حلقه اخوان استطلاع لانه تركناهم فنشوفكم الصحه مالتهم. بعد شنو عندنا؟ عندنا بيض خلي اسلق للمحميه، اخذ يا فرات فد، اخذ من البيض القديم. اوقفوا لحظه ناخذ خمس بيضات. اوه فلش مخبل، طبعا طبعا طير مخبل طير مسودن. ذول خمس بيضة، عندي بيض هنا أنا طازج يعني مال اليوم، بس انا ما اطي مال اليوم، نطي من القديم. جيبيهن اكيد مطيحين هنا همين. اي هذا ضال قاعد يعني يطيحون بالزايد. على العموم انا هسه ان شاء الله راح ابدي اسوي لهم اسوي لهم اعشاش هنا على مود شنو يبدون بعد يبيضون هنا بهذا المكان ويتركون هنا، لان هسه هم شيء ما عندهم اعشاش. والله تخبل هسه، كافي كافي شافوك الوادم. اي اي صحتك زينه، يلا كاف كاف. شغل هاي الشمعه، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. مشتغله؟ لا ما مشتغله. لحظه اسبوع هيك ان شاء الله وراح ارجع اطبق الفحل عليها، عرفت شلون؟ هذول لسه ما مرابط وياهم، فما اعرف اذا مثل هذا هو فحل وقاعد يغرق، ما ادري حد الان كل شيء ما اعرف. ومثل ما قلت لكم الفحل مال الجولدن مالنا للاسف مات، هاي افراخ الكناريات اربعتهم ماتوا. حد يقول فرات تخاف يعني من الاكل؟ لا هذا جسمه شوفوا شوفوا يعني مربرب مربرب، بس هو صار عنده شيء، صار عنده شيء الطير، او يجوز كبر بالعمر شيب، بعد كل شيء وارد. خلنا اشيك على الجولدن بيري لحظه. مو مشكله يا ولد مو مشكله، لا تضوجون ولا انا اضوج، هذا هم ميت. مثل ما قلت لكم بعد، انا قلت لكم لو ما قلت لكم، قلت لكم يا ولد زين اذا صفينا على فرخ واحد، هاي كل الزين يعني. هذا الفرخ همين تعبان احسه، شوفوا هسه انا قلت لكم ايش راح اسوي له، اعطوني مجال من هنا لليل. هسه خلنا نروح، هذا بقى اخر فرخ للجولدن بيري. هذا الفرخ وين راح ازرقه؟ راح ازرقه جوا الفناجس اللي عندهم افراخ. راح تقول لي لا فرات لا 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 ليش تريد تنقل هناك عوفه؟ يا ولد اي موتنا اي موتنا كان ما ادري بيهن، انا ما ادري بيهن موتنا، فاحنا الكان هنا والكان هناك، الفناجس يزقون عاد افضل من عندهم، عرفت شلون؟ ف اكو عندنا افراخ مطيره او فد شيء. اوف 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 خلي تشيكتك بالليل، بالليل خوش تشيكتك بالليل زين. هنا شكو بسم الله، لان احنا على موعد ويا بيض السمان اتوقع. ليش هيك بطه؟ قلوب محترق، بعد شويه بدله، بعد شويه راجع للمحميه اكمل لكم كل المهام وكل شيء اسولف لكم. حبايب القلب الموضوع ما يعني بعد ما يستاهل انه ناجله اكثر، فهذا الفرق مال الجولدن بيري. بسم الله الرحمن الرحيم، والله ناشني هنا الفرخات، هنا مو هاي الفرخات شوفون، هذا واحد مال السوبر جامبو هاي الثري كوم، هذا واحد وهذا الثاني اللي هو ثري كوم او يمكن يطلع بطريق، وذاك مال الميكس ذاك شوفوا
ها بس السيف، بس خلينا نشوف هنا عفوا السيف لاني شد فرخات والله هواية ولد، بس ما ادري ايش قد ما اقدر اجي سن. المهم راح اشمره وياهم. هذا الفرخ صار وياهم، شوفوا خوش حكي. يلا خلينا نوخر حتى يجون يزقونه. دول الفرخات بعد انا ما لي دخل بيهم، ما دام هم قاعد يطلعون ها او يطيرون خلي هم ياكلون ويطلعون بحد. طيب القلب مساكم الله بالخير، جهز عدنا البي سويته هواي لانهم هالايام خوش جاي ياكلون بي. هاي خلطة الأربعين مادة، خلطة راقية وخلطة حقيقية اخوان، يعني صدق حقيقية، هي اللي اشتغلت الطيور كلها وكلها ظلت تنتج عندنا الطيور. هذا شكون هذا؟ ايش سبحان الله، اشكال اشكال هالسوالف هاي. شوفوا شلون كلها ويا البيض تنط تلف أربع ثلاث مرات بالأسبوع. تعال دودو هلا بالحوض، شو تسوي بعد؟ شو تسوي؟ شو أسوي؟ ذاك مستعجل على الموت. أنا وجبة الهاجر موات كلش كاف، وهاي وجبته النوب يا محفوظين السلامة لذول العاديات على موت. هسه راح أشيك الهاجر موات شنو بيضة ولا لا. هاي وجبة العاديات بسم الله كلش كافي. وهنا يا حبايب القلب للبنغالي همين كلش كافي. وهذا بقية البيض كلش هواي تقريب بيهن بال، واحنا قلت طيرنا هسه بيضة بس وزعناها هناك. اقلكم صديق هسه شلون اعرف هذا نثية فحل؟ انا مو كل هاي خبرتي بالبلابيل حق ابو ها اخوي يعرف بالبلابيل. شلون قلها هاي نثية لو فحل؟ منين تحصل لك نثية أليفة؟ ها يلا تعالوا 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 تعالوا. وهاي الوادم شوفوها كلها نزلت هسه، بدي تشيك على الفرخ مال الجولدن بيري اللي جوا الفناجس، بس مو هسه خلي ياكلون اهله ويروحون يزقون. كنا نفحص هاي. اي اوف اوف يلا يا رب. طبعا هذول هسه نايمين هنا عود. اي هاي الجولدنات، بس بعد ماكو افراخ هنا وهذا عشهم راح افلشه على مود يرجعون هم يلمون من جديد. والله يا ولد ما شاء الله شوفوا. لا لا قلت انا قلت شلون هسه يعني يكون عرفنا بهذا؟ اي قلت انا قلت بيضة الطائرة من دامها ظلت تدخل للبيت. هسه شو ثلاثة يعني اقول لا يجوز لا يجوز الصب بعد. بس كون يا رب العالمين كون تطلع ولا كيلو صيفر مسوي وياها. اي يلا يلا خل نرجعها. لو تخلي اللم بيض سمان بما انه ضال. طبعا هذا عدي لما قديم انا. وهذا هنا شوف ايش قد. شوف انا ما ادري كم نثية عندنا، واحدة لا مو واحدة اثنين هنا. انا شو سمونا عندنا اربعة خمسة. بس هذا كله مال السمان العادي يعني اللي هو طير السلوى. شوفوا خوش حكي هذا بيض السمان كله. يعني حتى لا ما نفقسه على الاقل انه نسلقه. أبو مساكم الله بالخير، يوم ثاني ويوم جديد. مثل ما قلت لكم اخوي بهاء بلش يشتغل هنا يم الطيور عندكم. البطاريق مثل ما قلت لكم انا امس ما قلت لكم بالنسبه للسعر، اتوقع ما قلت لكم، فلذلك اذا قال لكم هسه هم قلت لكم من جديد. فحل اثنين ونثيه واحده، النثيه بياضه يا ولد يا ولد. للي يريد يعرف اسعار البطريق كل من يبيع بكيفه. انا عن نفسي بعد انتم تعرفون الطيور، الطيارة منتجة وهذا البيض مالها وهسه حاليا قاعد تبيض. ها اشوفوا هذا البيض مال، هاي بيضة ذني هنا ثلاثة شوفون، هاي وحدة وهاي وحدة وهاي وحدة وهاي هم بيضتها. وبعد والله اليوم هي ذبت هنا بيضة لو ماكو جوز لان نحسن. على العموم يا ولد هذولي للبيع، للي يريدهم خلي راسلني عليهم. السعر مالهم 75,000 التك على 25 خوش. يعني انا ما لحد يقول لي فرات بيع فحل، اي ابيع فحل واحد. يعني لحد يقول لي فرات بيع لنا فحل اثنين، لا ابيع لبس زوج، لا لا يا اما ثلاثتهم سوا يا اما فحل واحد على مود يبقى لي مثل زوج احاول اسوي لهم مكان هيك افرتهم بي على مود. بس لانه البطريق يسوي لمسه يد ولي الخضيري، فانا بدي اطلع رص صافي ايتهم. بالنسبه للحبزبوز اللي هو الخروف مالنا اللي فوق راح احاول انزله هنا حتى يتعود عليه الزعيم. المشكله راح يقول فرات ليش ما خليته هنا اساسا؟ ها جابوه خلوه هنا، الزعيم تخبل، الزعيم شكو شيء جديد هنا يدخل يتخبل بحيث ظل يربد بالسيم يقولون، انا ما ادري يعني، فيقولون ظل يربد بالسيم هاي منه خاص. بشوفوا
يلعب منه يطفر يربد هنا، خايف خايف من عنده ما شايف شني، شايف له خروف هو وين شايف. ف قاعد احاول هنا اجيبه على مشين شويه اقلم يتاقلم عليه على موت راح اذبل لي انا خرفان اثنين الي، عرفت شلون؟ هنا نبقيهم انه وبها اخوي ما اعرف بعد هم ايش قدر يجيب، همي للتنويع وهمي نحن نستفاد معتهم للتسمين. فتره شهر محرم تبدي الناس تشتري الذبايح، احنا نبدي نبيعهم. ويا حبايب القلب خلي ندخل للمحمية نشيك على المحمية وبعدين عندكم هذا. بالنسبة للبنغالي طلعت واحد من عتم هنا برا، بقت بس وحدة بعتها نسل، هذا هنا كله صمون وهاي السوالف جابوه لي خليته هنا لأنه اليوم مطرة الصبح. بالنسبة للزيتية هاي طفيتها لأنه الجو بعد خلص صار كلش حلو. وبالنسبة للفرخات طلعوا أربعة ذول شوفوهم اللي هم فرخات السوبر جامبو، يعني ما شاء الله الخشونة رهيبة، يعني ألف الحمد لله وشكر. بقى حاليا فرخ واحد بعد صغير عمه قريب يبدي يطير الواكس بيالات زوجه، وجماعة قاعد يلمون بهذا المكان وجماعة قاعد يلمون بذاك المكان، ما راح أدنى لهم أنا خلهم براحتهم. آها الفرخ مال الجولدن بيري صح صح شني ما تعديل. ذول الفرخات مال السوبر جامبو، أتوقع هذا واحد بيهم ميكس. شوفوا لي شوفوا الوجوه 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 شلون غاضبة غاضبة، يعني ما شاء الله ما شاء الله. أنا مثل ما قلت لكم يا ولد احنا هسه حاليا بس لأنه طيور المحمية قليلة وفترة ذيك كنا مشغولين بيها فما دخلنا شيء جديد، هسه بس يكثرون ذول السوبر جامبو ذول يكبرون وامهاتهم يبيضون ويكثرون نهائيا أي وجود للعادي بعد ما يبقى هنا. بالنسبة للفناجس العادي يبقى عندنا فقط السوبر جامبو. بسم الله الرحمن الرحيم، أهم شيء هسه احنا اللي هو الفرخ مال نشوفه. نا هسه هاي كم فرخ عندنا؟ شلون راح نعرفهن؟ كم فرخ للفناجس؟ هسه واحد هاي اثنين نحركهن بس على مود نشوف اذا كان هذا عدل او لا مال الجولدن بيري. لا هذا 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 ها 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 شفتوه هذا ورق قطن مدري شيء ها 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 هذا هذا والله عدل معناتها زقاته. اي لا زقاته ليش ما يزقنا؟ ليش ما يزقنا؟ شو هو كان يشبه الفنجس حتى لما ما يذب الريش ماله يلا يقلب ويصير الوانه هيك نفس الجولدن امهات. انا هم فلشت عشهم البارحه وذبيته هنا بهاي الصفحه قلت بس خلي يرتاحون شويه وبعدين راح ارجع العش حتى يردون يبيضون. بنغاليات البنغاليات يا ولد يعني لسه نسل هم، عرفت شلون؟ يعني لسه نسل ما يبيضون. هاي الميكس شوفوها ما شاء الله. أنا لسه ما حلقت ولا جبت حلقات، بس قلنا أريد حلقات وما جبت. شوف ما شاء الله الخشونة. فعلى مود إن شاء الله همين بما إنه قاعد يصير هالأيام أندية ومسابقات للفينيشات وهمين للمناقير المحكوفة حتى إذا الله سهل علينا ندخل النوب إن شاء الله مسابقات. عرفت شلون؟ وهنا يا ولد بيضات الميكس اللي شفناهم يمكن بالحلقة الفاتت قلنا على وجه مبياض. أها طارت بسم الله الرحمن الرحيم. انا متاكد 100% فقسوا لان كانوا قريبين على التفقيس كلش، يعني كان البيض اسود. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. اي ما ادري اي اكو يمكن اكو افراخ بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اشوف شيء. اي دولات شوفوا ما شاء الله. شفتوا حركة؟ انا شفت يمكن روس اثنين عفوهن. يلا هاي هي هنا ست بيضات وستتهم بهن افراخ، يا رب ان شاء الله تعيشهم ستتهم. هنا أنا الواكس بيل مين؟ هاي بيضة لا هذا ها العش مال الميكس هذا صح صح كان واكس بيل. شوفهم يلملمون واكس بيل هم كل ساعة بمكان. هذا اكل قمير والزعيم وهاي الحبايتين مالتها مال الدود هسه صار موعدهم. يا ولدي انا بالنسبة لبيعتهم يعني ما عندي نية لبيعتهم، عرفت شلون؟ متحمل اذيتهم ومتحمل لانه حقيقة انه صار 9 اشهر انا مربيه من هو صغير، يعني مثل الطفل وانا مربيه.
يعني صعب علي انه ابيعه، بس تبقى المشكله شنو اذا جبنا الاغنام وخليناهم بهذا المكان وما تاقلموا كلهم هنا اضطر يعني. عرفت شو راح يقول لي فراس شات ليش تريد تضحي خوب عوفها نسويها كانها نعام كام لا اخوان مو انا ارجع اقول لكم ثقافه عنا عام ماكو هسه اذا اردت تعرض منو اللي راح ياخذهم عرفت شلون؟ احنا ثقافه على هذا الطير ماكو ليمتى ما تصير ثقافه عليه يصير افضل مشروع وانا اول شخص راح ادعم هذا المشروع عرفت شلون؟ بالخبرات البسيطه اللي بديتها ويا ووصلتهم مراحل حتى علاجات بدينا نحصل له علاجات بسيطه بدينا نحصل له شفتوا قميره شنو كانت وهسه وين؟ شوفوا ليها هسه وين؟ ها البارحه شلون ترقص وتلعب بينما لسه كورس العلاج ما خلص هسه هاي الحبايتين خلينا نطيها وهنا هذول الجماعه انا تاركهم ولا ادري بيهم ولان هيك من الساعه جيت انطيت اكل اسمع صوت مال نويس صغار زوجين مفقسين بيضين ومفقسين ورايحين شوفوا هاي فرخات فرخات الفحل الاسود اللوت على الكينج يعني هذول شي يطلعون هذول يطلعون دشش وهذول فرخات الشكري على الصفرة ديك الصفرة الزيراي يعني هاي طبقة راقية مزاوجين ومبيضين ومفقسين وأول مبياض إلها بالمناسبة والله مشتاق أطير ألو نسينا حب زبوز بشرفكم شوفوا شكلش قد كيوت تعال 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 راح أخوض الله بوحده هلا بحبس حزبوز مسودن لا يصير أليف عليه يعني راد فترة هنا دائما يمه 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 يلا نوب يتألف ولو بحب زبوز ولك والله اللي اجيب لك خوان ايش قد ما تريد تعال تعال هيك احجام اجيب شوي اكبر بعد لا هيك كا اي اي لا لا شوي اكبر شوي اكبر ها هنجيب لنا فد نسوي ستة هيك سبعة حتى يسوون التربية وهم يعني نتعلم بيهم وهم نستفاد بيهم وهم نسوي لكم فد محتوى بيهم نتونس عليهم عرفت شلون يما حب زبوز اوكي لا 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 لا, لا. لا 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 ولا ولا ولك 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 يا ولد يا ولد ما شاء الله ما شاء الله هذا يسمونه ورجين يا ولد ورجين عرفت شلون احنا هنا هيك نسمي مثل هيك الابيض شلون حسباك اشقر نسميه ورجين عرفت شلون يما 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 يابا هلا 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 هل هل هل. ولك 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 يما فدية حبز بوي ولك ولك صاير عصبي ولكم اللهم صل على محمد والله بد له سبحه هيك يا مسوي له فير يما حبت بوز بس هو طلي لو لون لون نعجه لا لا طلي طلي شيني نعجه طلي هذا يعني ذكر يا ولد ذكر هو انا هسه حتى لو عرفت اجيب ترى ما اجيب انثايه لانه قلت لكم احنا ما نريد نفقسه مو نفق يعني نفرخن لا احنا نريد تسمين يعني تجيبه في الشهرين ثلاثة يسمن ويكبر شوية تبيعه مثلا تحصل عليها هالقد عرفت شو يعني أنا ما نجرب بس مربين قبل بس يعني بها أخوي مربي يعني يستفاد بيهم هم يعني هوايته ويخلص وقته وياهم صار فترة والله ما نطيرهن شين هاي هنا الجهال يساعدوني يطيرون بيهن عاد بس لا خلوهن يردن يحطن هنا فوق هذا البيت العالي كان هنا بوجههن يدقن بالسماء هسه والله خلينا نشوف وها اخوي هم جايب له زوجين مال فراشه وزوج مال سكسوني الفحل اللي كان جوا بالمحميه مال العصافير وجابوا له نثي هنا ولسه ما مبيضين ذا هذا السكسوني شوف هذا حمام السكسوني يصير بيه طمغه بالقصه وكلاش اسود وشتاف سود هذا حمام السكسوني ويجي تصنيفاته بالاسعار حسب اقلام الجناح ذاك فرخ فراشه شوفوا يعني الوضع ممتاز والله صعدوا اي خوش اشوه الفيديو الجاي ان شاء الله نحل سالفه البيض ليش قاعد نخسر هوايه بيض والسبب انت ايش انا ما ادري بيك انت هاي انت سوالفك مكسره هاي سوالفك مكسره الا تنامين وتقفين ونحط لك هنا ما تقعدين يا سخيفه يا يهوديه صيري ادميه من نحط لك البيض بالخانه قعدي وسكتي خوش يلا سكتي يلا اي 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 وهذول البشات يا ولد اللي هم البطريق مثل ما قلت لكم بالنسبه لاسعاره يعني انا ما اسولف تقدرون تشوفون باليوتيوب انه اللي قاعد يبيعونه ببغداد الزوج على ورقه انا ما ابيع عن بورقه لا ابيع عن التك ب 25 وثلاثتهم ثلاثه ب 75 وبهن مجال اللي يشتري صدق ويجيني قلت اليوم ما اعرف ايش بيها هاي النثيه شوفوا هي دائما والله هيك شيء اسم الله اللهم صل دخيلك ربي حج انت صير ادمي جزاك الله خير يعني ما يصير هيك هسه انت كبرت وهاي بعد يعني لازم تعقل
شوفوا الضخامة ما شاء الله. اللي متابعين اللي يجون هنا المحمية وشافوه هم خلي سولف لكم على الضخامة. يا ولد الفرق مال السوبر جامبو الأبيض الأخير نزل هنا طاح جوا ولقيت السمانات كاتلات على 3 مرات أشيله حطه هناك. شوف هذول تدري شو تسوي؟ هاي شو تسوي؟ بعد اللي مو يطلعون أصلا. وين أقول لك؟ ها ذاك واحد ذاك وين؟ صدق والله أي هذا مال الدنة. المهم هم كاتل مو هذا، مو هذا الرصاصي، لا ذاك الورا الأبيض. اي كاتلين السمان هلسين ذيله، بس هذا خوش مكان خلنا نوخر لانه هسه اكيد هي تجي هنا السوبر جامبو والزقه وبقيه الفرخات الثلاثه ذول يعني قاموا يطيرون وبعد ما نخاف عليهم نهائيا. شوفوهم ما شاء الله ضخامه نقشه شكل رب زد وبارك. هذول الواكس بيل جماعه كضوا هذا البيت شوفوا حتى سادينه. يما اسم الله شنو يما اسم الله؟ لا اي صدق شنو صار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اي خوش حكي خل خل اي بس والله مكانك طايح حظ اخوي. تدري ليش؟ لانه انا اديت رسمه لا لا غيره غير قلب بنغالي بدلت هذا مالهم. شوفوا هذا بدلته. يلا بعد شعدنا هذولي ها ذولي قاعد انطيهم علاج تنفسيه. هاي الدبه فوق بس يكملون شويه علاج التنفسيه يطلعون. والى هنا يا حبايب القلب نكون وصلنا وياكم الى نهايه حلقتنا مال اليوم. ولا تنسون يا ولد ان تشتركون بقناه اخوي وصديقي محمود، رابط قناته بالوصف وباول تعليق. مساك الله بالخير. علي اكثر شيء عنده واهس بيهم انه يقول مثلا غير البيت وهيك شيء، بس هم شيني نسل يعني جناح وذيل. فقلت له انا خلي يكملون الجناح والذيل بعدين رأي. قال لا حطها ست اش خسران. بعدين عمي فرات بامريكا شي يقول لي بابا هسه لو تجيب 6-7 تحطن سوا وتحط لهم بيت وتحط لهم افراخ او بيض كلهن يحضنن وكلهن يزقن. عجيب هذا البنغالي يعني هاي الناس كلها تطمن يمها. ما اعرف اذا صدق او لا بس احنا بالايام الجايه ان شاء الله جرب هذا الموضوع. وصلنا وياكم لنهايه حلقتنا مال اليوم. لا تنسون والدينا من الدعاء ولا تنسون ان الله يكفينا شر بني ادم. اودعناكم.